أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وما كل نعمة إلا من عنده، والصلاة والسلام على المصطفى خير الكلام وكفى. اللهم يسر أمورنا وشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بصالحات أعمالنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وذكرنا وعبادتنا، واجعلنا من المعتقين في هذا الشهر المبارك. آمين آمين يا رب العالمين. الإشارة أن المنظومة ديال ابن عشير وجايب مطلق داك الشيء. فحنا دابا البارح شفنا الفضائل، اليوم دابا غادي نشوفوا في الدرس الخامس المكروهات واللي خلى شي حاجة من الوضوء. المكروهات واللي خلى شي حاجة من الوضوء. الأبيات اللي تتكلم على هذه المسألة هذه: وكره الزيد على الفرض لدى مسحين وفي الغسل على ما حدد. هذا هو اللي كاين، هذا تتعلق بالمكروهات. دابا الان اللي خلى شي حاجه هما هاد الابيات الاخرين: وعاجز الفور بنى ما لم يصل بيبس الاعضاء في زمن معتد، ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. هادو الحاجة اللي نسى. البيت الأول تتعلق غير بالمكروهات. المكروهات ديال الوضوء شكون هي؟ باش نردو البال. هي إلا ما دارهاش الإنسان عنده الثواب، وإلا دارها ما عنده عقل، ما عنده السعادة. إلا دارها راه ما عنده والو، وإلا ما دارهاش عنده الثواب. هاد الشيء هذا علاش داروا العلماء؟ لا نمشي ونبقاو نتخاصموا على واحد الحاجه ونوقعوا في الحرام اللي هي الشجار والنزاع وكل شيء، ونخليو الحرام وقعنا فيه وحنايا تنضربوا على بحال البارح مشيت صليت باش نصلي المغرب في شي جامع، والمذنب مسكين تيتكلم ما كلفته الوزاره ما حتى شي حاجه، قال الكلمة الأولى زوينة والكلمة الثانية حمل على راسه واحد المصيبة كبيرة. قال لهم شوفوا، بالنسبة للمغرب حيت نودن أنا المغرب، لأن شنو هذا؟ هذا الفقر راه بحال هنايا هكا، والمحراب هو هنايا، على ما يجي لهنايا ما تيخليوش ما يجي لهنا، تينوض واحد في قمة الأخرى. قال لي ما ودي نودن انا وانتم تطروا على خاطركم، ومن بعد ذلك نجي نقيم الصلاة. هذه كلمة قالها مزيانة ما فيها بس، هذه الكلمة الخطيرة اللي قالها. قال لي هو بالنسبة للصباح واخا تسمعوا شي ودن ما تديوهاش فيه، حتى نودن انا بقاو تاكلوا وتشربوا، كلوا وشربوا حتى نودن انا، وبلا ما تخليو شي وقت ما بين الاذان وما بين سميتو القطع ديال. انت بغيتي تحافظ على واحد السنه هي تخير الصوره وقعتي في الحرام هي هو الافطار. اش داك تجد؟ وزاد هاك ملا قال لي ما تجيش تقول لكم على تقليدي. واش داك انت تضرب ودن مسكين ما عندك لا فيه خليه يديك لا يخليه قبل الاذان ديالك، راه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اجراؤكم على الفتيا اجراؤكم على النار. راه ما فيه ماشي انت هذا، لهذا كان السلف الصالح ما يبغيش يفتيك في مساله فقهيه، ولكن يبغي يفتيك في مساله تربويه اللي هي اساس. ولكن الفقهيه علاش؟ لان كثير بزاف فيها الاراء، فتيقول اللهم ابعد على هذه المساله هذه. ولكن التربويه تيقول لك ها الحل ديالها شنو هو؟ مثلا سميتو تتحك فيها الوسوسه، مثلا كندير الخشع في الصلاه، مثلا شي حوايج تربويه يقول لك فيها. علاش؟ لان هذه المسائل هذه ما فيهاش الخلاف. وهذا الشيء اللي فيه الخلاف تيبعد هو عليه، فهو لا قال لهم على التقليدي. فلهذا هنا باش ما نوقعوش هي في النزاع في هذه المسألة. المكروهات هي إلا دارها الإنسان ما عنده لا عقاب ولا والو، وإلا ما دارهاش عنده الزواج. وشكون هي؟ عندنا جوج الحوايج. واحد الحاجة متفق عليها واحد الحاجة مختلف فيها، غادي نوقفوا فيها على ابن عشير ونقول له ودي هنا نصحوا المسألة. الأولانية هي الزيادة على داك الشيء اللي جا به الشرع في العدد ديال المسح. شحال دار الشرع العدد ديال المسح من الفرض حتى الفضائي شحال؟ ثلاثة ديال الغسل ديال الغسل الأعضاء ثلاثة.
ما نزيدوش عليها بلا لا. والشفع والوتر والشفع والوتر في مغسولنا، معنى ندير جوج واحد جوج ثلاثه على وجه ندير اربعه، هذه مبالغه، هذا فعل مكروه. فلهذا هنا جاء في الحديث ان اعرابيا سول النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليه هكذا الوضوء، من زاد على هذا او ناقص فقد ساء وظلم، كما هو النسائي وابو داود. مفتخر اللي خصنا نوقفوا فيها، لان جميع الفقهاء ماشي معصومين، تيقولوا حوايج وكاين الحاجه اللي هي غادي فيها صحيحه وكاين الحاجه اللي هي خصها تصح. هذه النقطة هي اللي خصنا نردوا لها البال مع ابن عاشي رحمة الله عليه. شنو قال؟ زيادة في المقدار على ما حدده الشرع في محل الغسل والمسح. المسح وقع والغسل، لأن الغسل ما قالش ابن عاشي اش من دليل عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا أطيلوا الغرة، معناش نقصنا نديرو عندي هنايا ونزيد هنايا عليها نزيد أطيلوا، لأن غدا القيامة سول راسهم قال يا رسول الله دابا أنت حيث جا المقبرة وقال لهم اشتقتوا إلى إخواني، قال أنسوا إخوانك يا رسول الله، حنا خوفك، قال لهم أنتم أصحابي وإنما إخواني أناس يأتون من بعدكم لم يروني ويؤمنون بي. هما حنا اشتق لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لي يا رسول الله كي غادي تعرفون غدا يوم القيامة غيكون الملايير ذو ملايير، كيفاش غنعرفوهم؟ قال لهم أرأيتم شي واحد عنده واحد الخيل واللي هما بهم غور فوسط، هما غور فوسط واحد الخيل بهم، كيفاش واش يعرفهم؟ لا لا قال يعرفهم، معناها دوك اللي تيكونوا اليدين ديالهم بيضين وجهادك واش غادي يعرفهم فوسط واحد الخيل؟ غادي يعرفهم. قال لي هكذا المؤمنون إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة غرا وحجلين من أثر الوضوء، لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك أطيلوا الغرة والتحجيل، طولوا غادي تزيد شي شوية على هنايا. فلهذا هذه المسألة هنايا ما نقيسوهاش على اليدين والرجلين على فيها حديث، ولكن أشنو اللي غادي نديرو هنايا؟ ما نزيدوش على الكفا، كاين شي واحد اللي تكون عنده شعر وسيمسح راسو ورد مسح الراس وسيزيد هاد الرقبة تحتها هي، هذا مبالغة. فلهذا النقطة الأولانية ما نزيدوش على العدد، والنقطة الثانية ما نزيدوش فوق المقرة ديال الرقبة. أما نطول فوق الهنايا هذا راه فيها النص ديال الحديث. إيوا وشنو هو؟ الأئمة بأربعة فيقول لك إذا وجدتم الحديث الصحيح وكلامي فاضربوا بكلام عرض الحائط. لان هاد الائمه حيت يقول واحد الحاجه ما يحبوش واحد الحديث ديال واحد المساله، وبالتالي تيقول لك الا كان الحديث انا هو الاولاني ولكن ما لحقنيش. فلهذا تيقول لك اذا وجدتم الحديث الصحيح وكلامي فاضربوا بكلام عبد الحقيق. فلهذا حنا ما نتعصبوش ونقولوا على ذاك اللي تيحفظوا مثلا ابن عاشر تيقول لك صافي هاد الشهاده وما نزيدو، لا الى الزينه هي مزيانه لان كاين فيها الحديث ديال اطاله الغره والتحجيم، ما كاين بس. وهذه الزياده علاش قلنا؟ وباح لنا ما درناش هذه الزياده كاع، مكروه. هذا المكروه شنو قلنا؟ لا يعاقب فاعله ويجازى تاركه. باح هذه الزياده كاع باش ما نمشيش كاع هنايا ولا راه قال ابن عاشر حنا خصنا ما نخالفوش وكذا كذا، هذا بكل سهوله. غادي نمشيو لواحد النقطه ديال العجز، العجز على الموالاة، وهذه خصها التركيز، نركزوا مزيان، راه عندكم تمايا ترسيمات، شيما، عندكم شيما تمايا، عندنا هذيك الشيما الأولانية راه عندكم تمايا، شوفوها، صفحة 14، احنا تكلمنا على المكروه، ياك، دابا عندنا الأحوال ديال المفرق ديال الوضوء ديالو. وعندنا الحوال ديال اللي خلا واحد الفرض والحوال ديال اللي خلا واحد السنه، هادو هما ثلاثه ديال الحالات اللي عندنا هنايا نركزوا عليهم. نجيو دابا نعرفوا بان الفور واجب. اشنو قال لنا النظير؟ فور ذا الكون وفور نية في بدحه، ذا الكون وفور نية في بدحه. فالفور من الواجبات من الفرائض من الاركان ديال الوضوء، ولكن اشنو قال العلماء؟
قال لك مع القدرة زي مع الذكر والقدرة نصاب نتذكر إلا كنت نازي راه الرسول قال لك رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكر عليه ترفع عليك الخطأ بس بقى شي مرة نعطيكم مثال أنا كنت نقري القسم درت لهم امتحان وبقاو جالسين حتى ضربوا جرس ديال الاستراحة وبقاو جالسين وما عطاوش الوراق فإذا بيه ضرب الجرس ديال الدخول وجمعت لهم الوراق وجا القسم الاخر ودخل وانا ديك الوقت ديال الاستراحه تنصلي العصر وبديت نحضر هذوك التلاميذ وكملت الحضيه ديالهم وضرب الجرس وخرج وكل شيء مشيت نسيت ومن بعد ذلك فكرت انا ما نصليش العصر اش قال لك راسك انا من نام عن صلاتي او نسيها فليصليها متى ذكرها فذلك وقتها هذا وقتها إلا ذكرتيها بالليل ذكرتيها في الصباح ذكرتيها بهذا الشيء هذا وقتها شي إخوة كانوا داروا شي لقاء وجالسين مجموعين على الذكر وكملوا وقالوا داو دار مشى الحاجة ما العشاء لا ما نستعملش كل واحد يطلع في داره ومشاو ولعسوا ولحق الصباح عاد واحد يتصل بي وصليت الصباح لا وصليت العشاء ولا قال نسيت العشاء ما صليتهاش انتهى الى صلى هذاك الوقت شنو كاين فذلك وقتها علاش انا نسيان الرسول قال لك رفع عن امتي الخطا والنسيان شوف الرحمه ديال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فالله سبحانه وتعالى لم يؤاخذنا على خطئنا وعلى نسياننا بهذا الموالاه هذيك التاء المربوطة حيث تلقوا عليها تلقوا عليها هذه يقول لك الناس الدعاء صلاة خطأ صلاة دعاء وهذيك الدعاء أجزاء المربوطة إذا وقفنا عليها تصبحوا هذا فهذا الموالاة الموالاة هذه إذا كانت عندي القدرة والذكر دابا وقع لي العجز هنا الفور واجب في الوضوء كاين غادي الدنيا طيب وخلوا الدنيا ان شاء الله ونكملوا دابا ما غاديش نشوفوا ديك الترسيمه غادي تتبعوا معايا انا حتى نكمل الشرح عاد نشوفوا ديك الترسيمه كي دايره باش غادي عيد نشوفها وتفهم اشنو كاين فيها قلنا الفور وجهي في الوضوء ولكن بجوج ديال الشروط شنو الشرط الاول الذكر والثاني القدره معنى الا كان نسيان سقط الفور الفور هو الموالاة وإلا كان العجز فقط الفور أش قلنا ساقط مع العجز والنسيان لهذا أردنا اللي فرق فرق الوضوء ديالو العجز وعذر منعو من المواصلة ديال الوضوء جات يتوضا الحبل مجهول وجا واحد المانع اللي منعو بحال اش بحال مرض شد واحد الوجع كولي وبدا تيتعصب فانه يبني على ما فعل الحبل الوجع وبقى شد واحد الكوليك وما دامش وش اعضاء لان حين نقول شو الاعضاء القرب حيت يسمع تلتقي القرب معناها مازال ما شفتش الاعضاء البعد معناها شنو الاعضاء وهادشي اللي تنقولو فيه زمن معتدل ومزاج معتدل ومكان معتدل معناه اش غادي يدير غادي يبني على ما فعل الحبل الوجع اشنو غادي يدير بعد ما حيد عليه داك الكوليك اللي كان شادو داك الوجع غادي يزيد لي يديه ويتم ما بقي له من وضوئه بلا نية جديدة بلا ما يحتاج النية لأن النية راه ما بطلعش وبقية إذا لم يطل الزمان ما طالش الوقت معنى ما نشوفوش الأعضاء فإن طال طال الزمان معنى آش شدوا بزاف الوجع وجات المرأة وسخنات ليه شي كامل ولا شي حاجة وشربوا وحس راسو شي شوية لبن وناض على باش يكمل الوضوء فهنايا استأنف الوضوء من جديد ما بقى يكمل يدير يديه غادي يعاود من الاول الوضوء ديالو علاش؟ لانه مشغول اعضاء تالقا هذا راه العاجز ولا يبني على ما فعل
والطول هنايا بجفاف الاعضاء المعتدله في الزمن المعتدل والمكان المعتدل. أردنا العجز سيقد يكون حقيقي ما فيش تفريط من المتوضي، بحالاش بحال اللي منعو ديال المرض من اكمال الوضوء كما عطينا مثال دابا، ولا اللي وجد الماء اللي كافيه باش غادي يتوضا وجا شي واحد ودرب هذاك الماء وقلبو بقى غير شي شويه، ولا جا شي واحد وسرق ليه ذاك الماء وتبين بانه ما كافيش ذاك الماء، فهذا دابا اتوضا وبقى ليه. بحال نعطيكم مثال، انا طرات ليا كنت في تركيا 2006 كان صفات لي القناة ديال الرسالة البرنامج ديال على بصيرة باش غادي نمشي ندوز تمايا نهار الخميس 6 على حسب التوقيت ديال المغرب، فما كاينش سفر من هنا للأردن نيشان، عطاوني الورقة باش غادي نقطع لتركيا ومن تركيا غادي نقطع على سميتو للأردن، عاد يتجمعوا الناس من دول بزاف عاد تستعمل الطيارة نمشي. لحقت المطار ديال تركيا واحد المطار كبير، فدخلت لذاك البلاصة اللي تيقلبوك وتتجلس داك الصال دون باركومو تتجلس تسنى باش غادي من تمايا تتركب الطيارة راه قلبوك. الحداثة الصلاة ديال العشاء دخلت للتواليت بديت نتوضا، شافني هذا اللي هو مكلف داك التنظيف الحس برجلية توضيت لقات ليا رجل سد عليا الروبيني، الروبيني سدو بقاو رجلي، بديت نقلب على الاراء الفقهيه اش غادي ندير لها رجلي، واش ندير لها تيمم وحده ولا شنو غادي ندير لها. دارت الزرو انا ما عارفش هو تركيا وانا العربيه ما عارفش، وتما الى عندك الانجليزيه ما بقيت حاصله انا تدير لها والو بالك مشكل باش نمشي للجامع بحال اش غادي نقول لك، غادي يقول لك بحال من هنا تعلاني باش تمشي باش تمشي للجامع اللي كاين تما باش غادي تصلي، وإلا خرجتي تما يعاود لك تشد الصوت باش عاود يقلبوك. فاش نطرى هنايا هذا العز وما كاينش تفريط، ولكن باش غادي تحب الجامع باش تتوضا شنو ترى؟ شكون الاعضاء؟ اش غادي يدير؟ غادي نعاود الوضوء من الاول، ما غاديش نبني عليه. شفتوا دابا هذا الشيء هذا؟ علاش عطيتكم هذا المثال؟ باش ما تبقاوش في الامثله اللي هي نظريه، ها هي طرات ليا انا كيفاش غادي نديروا؟ امور عمليه. وقد يكون العجز، يقد يكون العجز بتفريط من المتوضئ نفسه. بحال هذاك اللي وجد الماء ولكن شاك في الكفايه ديال ذاك الماء، او تيظن هذاك الشيء واحد الظن غير قوي، وبجوج حالات تيبني على ما لم يطول، واللي وجد الماء واللي ما كافيهش قطعا ولا هو متعمد هذا طال مال ولا خسار هذا تيخصو يعاود. هذا دابا هو اللي شنا دابا عندنا هنايا أحوال المفرق وضوءه، شوفوا دابا أحوال المفرق وضوءه. راه جبت لكم تما جوج ديال الأبيات، وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي الأعضاء في زمن معتدل، ذاكر فرضه بطول إفعاله فقط، هذاك ذاكر فرضه عندنا غادي نمشي نشوفوه. أردنا نشوفوا العاجز اللي عجز عن الموالاة في الوضوء ديالو وفرق هذا الوضوء هذا العذر اللي منعو من الموالاة، كان هذا العجز هذا حقيقي ما كاينش تفريط منه ولا معاه تفريط. جوج ديال المسألة، غير إما غادي يطول وإما غادي إذا زال عذره بالقرب، معنى باقيين نشف تزكي الأعضاء بنى على ما فعل، وإن طال عذره وإن طال عذره حتى نشف الأعضاء هي وبعد ابتدأ الوضوء من جديد. هذه واضحة، إنسان عنده العجز وهذا العجز هذا كان حقيقي أو غير حقيقي، إذا كان بقي الأعضاء ناشفين فاسقين يكمل حيت يزول العذر، وإذا كانوا الأعضاء نشفوا وزال العذر يبدا من الأول. هذه واضحة، ما بقاش عندنا إشكال. لأن تدير هذا الشيء هذا دابا بحال هذا طرات لي أنا سميتو في الكوت ديك الساعة دوزنا الكوت 75،
قرينا الى زقات بك الطوموبيله ما تسيري ما تسيري وتبع الرويد النورانيه فيما مشاو مشاو من اليمن تبعو من اليمن مشاو اليسر تبعو هادشي قرينا. كنت غادي في الهبطه ديال اول فيراج ديال سميتو ديال خارج من ايموزات غادي الفاس والثلج وشت البوله ولات خفيفه في يديا. ديك الساعه راني في عمري تقريبا شي 19 عام ولا خفيفه البوله في يديا. مشاو ليا رجلياني شاد الفراد وحيد مشاو للفراد اش طرا زقات عاد ودخلات ضربات هذوك الفضويات اللي تيكونوا وفات. فهنايا عاد من هنا تيجي داك المثال اللي تيقول لك في المدرسه تنقرا تنتعلمو عاد تندوزو الامتحان. اما في الحياه تندوزو الامتحان عاد تنتعلمو. في المدرسه تنتعلمو عاد تندوزو الامتحان ديال داكشي اللي تعلمنا. وفي الحياه اش نديرو؟ تندوزو الامتحان هو الاول عاد تنتعلمو. هذاك الامتحان هو التجربه. هادشي علاش يقول لك فلان المجرب لسا الطبيب. فحنا دابا هادشي قلنا دابا ياك ها هو دابا نظري ولكن حيت اطراف التطبيق عاد غادي يبان واش داك الشيء هذاك غادي تحضرو ولا لا. ولا دير داك الامام اللي هو تيصلي وقالوا لي الناس سبحان الله ركع سبحان الله وقد سبحان الله سجد ايوا شنو هادشي اللي كنقول له هو لعبد الله هو تنحط معاك ملي هادشي كاع كله تقول لي سبحان الله باقي تقول لي سبحان الله صافي هو تسكى صافي. فلهذا هنا الوقت فاش غادي يوقع لك هي واش يبان. رانا اللي فرق الوضوء ديالو متعمد ومختار ولا وجد الماء اللي ما كافيش قطعا او ظنا. هذا في جميع الحالات هذا غادي يبدا الوضوء ديالو الاول. وهنا شوفوا حيت كنت نتكلم معاكم هكاك مع هاد الاسهم وهادشي هاد لي فليش وهادشي تيسهل لك الميموريا. قال عندك المساله عجزت الى تلقت غادي تبدا من الاول الى باقي ناشفين غادي تكمل الى تلقت غادي تبدا من الاول الى باقي فاسقين غادي تبلي. والى نشفو غادي تبدا من الاول. والى كنتي متعمد غادي تبدا من الاول جميع الحالات. نشفو ولا ما نشفوش غادي تبدا من جميع الحالات. أرانا اللي خلاه فرض خلاه انسان هذا ماشي فرق ما بين هذا خلا الفرض هي اللي قال فيها النظيم ذاكروا فرضه بطول يفعله فقط وبالقرب الموالي يكمله. اشنو عندنا في هذه الحالات هذه؟ عندنا ثلاثة اللي خلا فرض من الفرائض ديال الوضوء عنده تيبطل الوضوء ديالو تبطل الصلاة ديالو خلا الوجه ولا مثلا اليدين في البرد والشتاء وصلاتها وقالوا دابا غنبقى نحيد ولا لا بلاش كاع صافي وخلاه عند هذا ما توضاش هذا في العدل. فلهذا شنو؟ إلا مشى صلى راه صلى باطلة والوضوء ديالو باطل خصو يعاود الوضوء ديالو يعاود الصلاة ديالو لأنه خلى واحد الفرد من الفرائض ديال الوضوء عند هذه واضحة متفقين عليها. الحالة الأخرى اللي خلى فرد من الفرائض ديال الوضوء سهول نسى وتذكرو ولكن بعد ما نشوفو الأعذار اش يدير؟ تيدير ذاك الفرض ديالو وحدو وما تيعاودش ما بعد منه الا طال الحج. نمثلو على الشتا جيت توضيت ومشيت نصلي وقلت له انت كاع ما حليت لا صداق ولا تريكو هزيت ولا شي حاجه لا غزيت ولكن هذه يدي هذا ما حلتوش ونشوفو الاعذار. اشنو غادي ندير؟ غادي نمشي ونهز الماء ونحط اسميتو ونغسل اليدين ديالي مع المرفقين ثلاثة المرات وحدهم صافي. علاش؟ لأن الترتيب هنا ما بقاش. الترتيب ما بقاش هنايا. نسيت واحد العضو عاود ذاك العضو اللي نسيتي صافي. ولكن هذا سهول لأن عندك العذر ديال السهو ما كنتيش متعمد. فعل الفرض وحده ولا يعيد ما بعده إذا طال الحال. يديرو ثلاث المرات معناها كيفاش يخصو يدان. اللي خلى فرض من الفرائض ديال الوضوء سهول وتذكرو بالقرب معناه القرب باقيين الاعضاء ديالو ساردين هذا هو القرب.
سيديرو ثلاثة المرات وسيعاود لي من بعد منه مرة مرة. فهمنا هذه نسيت الدية وما كتبتو باقي السرد تدين الدياها ونغسلهم ثلاثة المرات اللي خصهم يدارو والخرين راه تغسلوهم اش ندير لهم؟ لأن باقي عندي الموالاة، الموالاة باقية والموالاة تنقولوا باقية لأن باقي الأعضاء ساردين تندير لهم مرة مرة حتى تلحق الرجل ديالي. هذا الضينة ديال هاد. عندنا الحالة الأخيرة هي اللي ترك واحد السنة من الوضوء بحال اش السنة؟ المضمضة ولا الاستنشاق ولا الاستيصال اللي خلى سنة سواء عمدا أو سهوا تيديرها المستقبل معنى تيصوب هذيك السنة لما يستقبل ديال الصلوات ومزيان إلى عود ذاك الصلاة اللي هو الناس حيد من السنة إلا بغى يعود هذيك الصلاة يعودها ما عودهاش راه صحيحة لأن خلا سنة ما فيها بس ولكن المستقبل يدير هذاك المضمضة صافي غير ديك المضمضة اللي خاص يدير المضمضة ثلاثة صافي ما فيها لا طال الزمان ولا قصور الزمان ولا نشوف الأعضاء ولا ما نشوفوش الأعضاء غادي يدير المضمضة ثلاثة ها هو ده هو لما المستقبل هذا ما يتعلق بثلاثة الحالات الأحوال ديال اللي فرق الوضوء ديالو الأحوال اللي خلا فرض من الفرائض الأحوال اللي خلا سنة من السنن حنا غادي نكونوا كملنا هذا الدرس هذا الخامس تيجينا واحد النقطة أننا الآن كملنا 10 أيام ديال رمضان 10 أيام ديال رمضان كملات معنى الثلث ديال رمضان معنى الجزء ديال الرحمن انتهى أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار دابا الأول ديال الرحمة هو داز هنا تشوف الرحمة لأن تيقول واحد هذا ونزيار وداك الشيء هذا دابا ولا كل شيء وقريب يتقاد رمضان صافي دابا راه هو دابا رجع دابا راه كتدخل في المغفرة غادي نتكلموا على أن الله عز وجل سلسل المرادة ديال الشياطين دوك الدوزيام كلاس راه باقيين دابا كاينين دوزيام كلاس ديال الشياطين مازال ما مسلسليش والشياطين ديال الإنس ما مسلسليش والشياطين ديال الإنس أخطر من الشياطين ديال الجن قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا دارس لي جواب مع واحد قال لي شنو ظهر لك في القناة ديال دوزين قال لي وديكم غير تلقوا الشيطان وشدوها هي سلسلوها زعما انا كان دابا هذاك تسلسلوا تصفدوا الشياطين في هذا يقول غير تلقوا الشياطين راه ما يديروا لناش هذا الشيء اللي غادي يدير لينا في دوزين معنى الشياطين ديال الانس اخطر من الشياطين ديال الجن لان هذوك موجدين وصوبوا كل شيء وحاطين لك البرامج ومدوخينك ومتلفينك فلهذا دابا كاين واحد السؤال شكون هو اخطر سراق على وجه الارض اخطر سراق غادي تبقى دير في جوجل اخطر سراق يخرجوا لك شي واحد في دي سيكاتريس هنايا وشي حاجه داك الشيء كله مثلا هو اخطر سراق يقد يكون هذا اخطر سراق في هذا الجيل هذا ما قد تكون انا قد تكون انت قد تكون في اخطر سراق الى عرفنا المقاييس الصحيحه باش نقولوا شكون هو السراق سمع اش قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث اللي رواه الامام احمد وجاء صحيح الجامع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته اسوأ الناس سرقة ماشي اللي بدا شي بنكا ولا شي حالوس ديال الذهب ولا لا اسوأ كاع 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 اللي مشى كاع هذيك ديال وول ستريت ولا شي حاجه وصرف داك الشيء هذا تاع كله هذوك الشرك كلهم قضيه سهله اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته كيفاش يراك الله يسرق من صلاته قال لك لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها اشنو ترى كاين سرقة بزاف عندنا ولا ما كاينش هنا قضية ولكن ناس
اللي هما واقعيين معاكم بحال داك الحديد الديوي صلى وسلم وقالها بصلى كاع ما عجبتني انا عجبتك تعجب سيدي ربي. معناها هذا اشنو؟ هذا كان واقعي مع راسو، هذا بحث مع راسو، قال هذه الصلاه دي ما عجبتنيش انا عجبت سيدي ربي. فلهذا اسوأ الناس صلاة. ما غادي تيجي يفسر لنا في هذه الدوره التكوينيه الفقهيه باش نجمعوا ما بين جوج حوايج. دابا هذا الشيء اللي تنقراو حنا فقه مسألة ظاهرية، ولكن الخشوع الروح ديال الصلاة راه ما عندناش الوقت ليها. واش غادي نخلي واحد العام جاي؟ أنا صرت واحد شاب داعية جزاه الله خيرا، زعما داك الشيء عنده متقول ومزيان وصوب، داير واحد سلسلة فيها 29 درس العنوان ديالها كيف تتلذذ بالصلاة. دابا الناس ما تيقلبوش على الماكلة، كان شحال هادي الناس يقلب على الماكلة، تتحط لي المرة الماكلة وياكل وصافي. دابا لا، وقفوا كيفاش يدير الدلاع، ما بقاش الدلاع تيقطعوا داك الشلال، ولا تيصوموا بحشيش لا، ويدير لك شي طريفات ويدير فوق منهم واحد العويدات، لا ما بقيناش حنا دابا غير تناكلوا، تنتلذذوا بالماكلة، تنتلذذوا بالماكلة، ودير لي المايونيز وكذا كذا. والصلاة زعما ما كاين لا تسجد لا والو، إلا زاد شي ركعة ولا شي إلا زاد شي سميتو شي آية ولا زاد شي تسبيحة ولا شي حاجة، زيد هادشي تيطول بزاف، زيد هادشي بزاف، زيد راه قال لك إذا أما أعدكم فليخفف ياك. وأنت جالس ليا في الثاني التيران وهذاك حاط لك الركبة ديالك هنايا وتقول لي الروح الرياضية، هذاك فرحان مع راسك. شي مرة غادي في الدار البيضاء وسط شي شباب غاديين، أجا شي قال لك حنايا غاديين دابا المركب الرياضي واحد الخميس من 8 الصباح، والماتش غادي يكون في 8 ديال العشية، والدين معانا الماكلة والشتا تطيح وضربونا في 8 صفر ونشطي مع راسنا في إطار الروح الرياضية. فرحاني مع راسو وما لازمش. فلهذا خصنا نتلذذوا. هذوك دابا داروا لنا حتى وليمات تلذذوا به. الناس تصيب لك دابا واقف واقف. المدة ديال الماتش كله واقف لأن القهوة عامرة واقف يتفرج. ما ياش ما قالهمش عطيني كرسي، ما قالهمش راه شي بزاف، واقف داير وناقص مع راسو، وما عنده مشكل، اش تيتلذذ، وراه عنده ثلاثة في الدار، وقالت لي مرا قلت نطيب لك واحد براد اتاي ولا ندير لك اتاي ولا ندير لك سميتو العسل، لا 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 خصني نروح الرياضية، بغي يتلذذ، وحنايا دابا التلذذ ديال الصلاة ما كاينش، فلهذا هاد الداعية هاد الشاب هذا اش دار؟ دار هاد الدروس، دار هاد المحاضرة هادي كيف تتلذذ بالصلاة، هذا كويتي دارها في الكويت كلها وخصمها في المسجد الكبير ديال الكويت، حضر فيها 25,000 واحد، ما كمل المحاضرة حتى 90% تغيرت فيهم الصلاة ديالهم بعد انتهاء المحاضرة، غير الصلاة، بدا يتلذذ بالصلاة، وأنا صنت ليه. هذا دابا شوف الحكمة الربانية، تلميذ من التلاميذ عندي قرا عندي سميتو هذاك العام اللي فات بحال هذا رمضان جاب لي هذا السي دي هذا ومكتوب فيه النسخة المجانية، أنا خرج عليه دابا واحد النسخة هذايا النسخة المجانية 27 حلقة، كل حلقة فيها 15 دقيقة 16 دقيقة، بمعنى الأفضل أنك صلي العصر مثلا حتى تقرب المغرب شد واحد العشرة ديال الدروس، معنى في الصيام غادي تكون كملتيه، ومن بعد ذلك تبقى تعاود مرة بشوية 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 باش ترسخ الكيفية، لأن الصلاة تبدا منين؟ قال لك راه ماشي من الله أكبر، تبدا من الوضوء، من قبل الوضوء وأنت تتهيأ لها الصلاة هذه، وأنت تتسالف عرفتي كيفاش غادي دير؟ غادي تحس، وأنا فعلا أنا حيت مشيت مع هذوك التعليمات وداك الشيء معناه شفت واحد التغير. فلهذا هذا السي بي هذا غادي يمشيو متسوق، حنا تنديرو الدورة دابا في الفقه، وانتوما راه تتصنتو لهاد الشيء هذا، ما غيكمل رمضان حتى تكون جمعتي ما بين الأحكام الفقهية اللي تصح لك الصلاة ديالك والطهارة ديالك، وما بين الروح ديال الصلاة اللي هي كيف تتلذذ بالصلاة. فلهذا هاد النسخة هذا ما سجلتها أنا إلا بشق الألبوس، لأن عندنا بوفولوز وكلنا عليه والله وكلنا عليه والله وكلنا عليه والله. الضو تيطفى وعاود يشعل ويطفى وعاود يجلس، معناه لور ديناتور ربعة د المرات خمسة د المرات حتى تنديرو باش غادي تكرافا وتيجي عاود يطفى، إمتى الوقت اللي صبت بعد صلاة الصبح.
دوك الدوزيام كلاس ديال الشياطين مشاو نعسو ودوك الكرايبيه ديال الشياطين حتى هما العسو ديال البشر عاد جرافيتو. فلهذا دابا ها هو كيف تتردد الريليتي. شي واحد من الحضور غادي يتطوع ماشي بابور غادي يدير جوج دراهم وغادي يخرج والاخرين غادي يجيو يعطيو جوج دراهم ديالو وغادي يشدو معنا ماشي غادي يعطي من عنده. هذا تنراعي كيقول اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطع. فاحنا شكون هذا اللي غادي يقوم بهذه العمليه؟ ها هو السي جواد. ها هو دير الغدا 21 نسخه والزياده ها هو. فغدا ان شاء الله هو تعطيه جوج دراهم ديال كل واحد ومن بعد ذلك ماشي عاود اكد ماشي جوج دراهم وجايب لي 2000 ريال هاك تقول راه عندي تيلي بوتيك دير صرف انت وداك الشيء وجيب لي جوج دراهم راه عارف حمد راه حتى هو راه عارف بزاف هاد الشيء هذا. فانت تكون عندك واحد الضغط فتاثر هذا فان شاء الله راه غادي يوزع 20 نسخه والى الطلب عاودتو ما سميتو وحنايا غادي في هذا الاطار هذا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.